برنامج الختام للنادي البيئي اللي امتد 10 ايام بتعاون مع توبيه وتعليم وزاره البيئه ومؤسسه الجسر الايطاليه وضوء قنديل، وهو يعني زي نتاج النادي الصيفي، يعني كل الاعمال اللي عملوها اللي استخدموا فيها اعاده تدوير في النادي البيئي طلعت مخرجات، لوحات، موسيقى، مسرح، ميداليات واعمال فنيه. واحنا اليوم حبينا بس نعرض للاهالي، اهالي الاطفال والطلاب اللي هم من فاطمه الزهراء ومن بنات عنبته وكمان اكم مدرسه اضافيات، انه نفوجيهم كيف شغل اولادهم، انه كيف ممكن الزباله اللي هي بتخرج من البيت او بتخرج من المدرسه انها كيف ممكن تتحول ل منتوج فني جميل، ومش يعني شيء بس يعني شكلي انه يعني على السريع والله بنعمل لوحه فنيه وخلاص، لا، شيء محترف يعني حقيقه الشيء اللي طلعوا فيه ممكن ينباع. هذا هي الرسالة الأولى، وثانيا أنه هاي واحدة من ضمن النشاطات اللي احنا في مشروع طول الكرم خضراء اللي بتنفذه مؤسسة الجسر الإيطالية بالتعاون مع الشركاء، أنه يعني كمان واحدة من الفعاليات أنه كيف يعني أنه طول السنة يضلوا فعاليات مع المدارس وبتعاون مع المجتمع المحلي بحيث أنه نوصل لمرحلة أنه طول الكرم تكون نموذج، لأنه هذا المشروع هو يعني هو الأول بفلسطين، فأنه تكون طول الكرم زي نموذج تقدم حل بيئي للمشاكل البيئية الموجودة اللي منها فصل المواد، وان شاء الله انه هذا النحو خطوه لاحقه تكون اكبر، انه بعد فصل المواد يكون في مصانع تعيد تدوير كل هاي النفايات اللي بالملايين موجوده. وشكرا لكم. اسمي رؤى الجمال، مدرسه فاطمه الزهراء. اشتغلنا مع شركه شسف الايطاليه عن اعاده تدوير الكرتون والبلاستيك، وعملنا لوحات بالكرتون. اسمي ملك مالك مصلح، مدرسة بنات فرعون الثانوية. احنا هنا مشروع طول الكرم خضراء، طبعا هو اليوم اللي هو الاحد كان الحفل الختامي للمعرض للمشروع كله، فعرضنا اول شيء صور، طبعا عملنا الاغنية عن النادي البيئي، وكمان حضرنا فيلم شفنا قديش كان اول شيء الانتماء للارض، كيف روح الجماعه كانت، وكمان انه استفدنا كثير، زادت الثقه بالنفس، هاي اول شيء. ثاني شيء انه احنا كمان استفدنا اشياء عن البيئه، وعرفنا كمان اشياء احنا ما كناش نعرفها عشان نطور من المجتمع والبيئه.